أهلا بيكم. النهاردة حنشوف موضوع الطاقة، نأخذ منين الطاقة؟ هل نأخذها من الدهون ولا من الكربوهيدرات؟ ده سؤال فيه خلاف كبير جدا. ناس مقتنعة إن الدهون مضرة جدا ليك وتحاشى أكل الدهون وكل low fat diet، وناس شايفة إن الكربوهيدرات هي سبب المشاكل، بالذات الجماعة اللي مقتنعين بالأفكار بتاعت الكيتو واللو كارب. النهاردة هاخدكم في رحلة جوه جسم الإنسان وإزاي بيتعامل مع النوع ده من الأكل وده، وإزاي بيتعامل مع البروتين ومصادر الطاقة. أولاً لازم نبقى عارفين إن مصادر الطاقة اللي موجودة في الأكل أربع مصادر: البروتينز والفاتس اللي هي الدهون، والكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات. وبالمناسبة معظم الناس بتقول نشويات وسكريات وفاكرين ان هما حاجتين مختلفين، لكن هما في الاخر حاجة واحدة. النشويات عبارة عن سكريات متجمعة مع بعض في سلسلة طويلة، والجسم اول ما بتخش فيه نشويات بيكسرها يحولها للسكريات، ففي الاخر بتتحول في الجسم لسكريات. بالانجليزي كلهم كربوهيدرات. فمصادر الطاقة هي البروتين والفات والكربوهيدرات، واكشولي في واحدة زيادة ما بنتكلمش عليها تقريبا قوي اللي هي الكحوليات. الكحوليات مصدر من مصادر الطاقه، مليانه كالوريز اكتر من البروتين واكتر من الكربوهيدرات، اقل شويه من الفاتس. علماء التغذيه مقتنعين ان الكحول ماده ضاره، ولو استخدمتها تبقى عارف ان هي ضاره جدا وما فيش حد بينصح بيها. حتى في السبعينات والثمانينات كانوا بيقولوا ان استخدام شويه صغيرين من ريد واين او النبيت الاحمر يوميا مفيد جدا لتوسيع الشرايين، وفي كذا بحث الحقيقه اثبت الكلام ده. لكن الحقيقه انه الفائده اللي موجوده في الريد واين ثبت مؤخرا انها موجوده بسبب الاصباغ الحمراء اللي جايه من العنب الاحمر، لان الريد واين كان بيجيب نفس النتيجه كويسه في فتح الشرايين، الوايت واين لا. فالكحول موجود في الاثنين فما بيشتغلش في الوايت واين. ليه؟ لانه هو الصبغه الحمراء دي هي المفيده، هي انتي اوكسيدنت. يبقى هنطلع الكحوليات برا الموضوع لانها ماده ضاره للصحه. طيب يبقى عندنا الثلاث مصادر للطاقه اللي في الطعام: البروتين والفات والكربوهيدرات. الفات والكربوهيدرات هو اللي بينهم النقاش النهارده، لكن انا هتكلم على البروتين برضه عشان نبقى فاهمين. البروتين ماده اساسا بتستخدم في البناء، بناء الخلايا، بناء الانسجه. تقريبا كل جزء من جسمنا فيه بروتين: الجلد، اللحم، العظم، العيون، الكبد، كل حته فيها بروتين. وحتى العظام اساسا بتتبنى من نسيج من البروتينات، ولما بيكتمل النسيج بيترسب عليه الكالسيوم ويتحول لشيء صلب اللي هو العظام. ليها وظيفه مهمه برضه في الريبير. بالمناسبه البروتين عباره عن مركب، زي ما قلنا كده الكربوهيدرات مركب من اجزاء صغيره من السكريات، البروتين مركب من اجزاء صغيره من حاجه اسمها احماض امينيه، امينو اسيدز. الجسم لما بيكسر البروتين اللي بياكله ويحوله احماض امينيه بياخدهم بعد كده ويجمعهم هو بالترتيب اللي هو عايزه عشان يكون بروتين. كل بروتين ليه ترتيب معين في ترتيب الاحماض وعدده وكده. الجسم يعرف يعمل الحاجات دي بكفاءه جدا، لكن في بعض الاحماض الامينيه الجسم ما يقدرش يصنعها، لازم تخش له جاهزه، ودي بنسميها essential amino acids او احماض امينيه اساسيه. ما ينفعش الجسم يبني خلايا بدون وجود الاحماض الامينيه دي اللي دخلت له في الاكل، سواء خدها في بروتين نباتي او بروتين حيواني، في الاخر لازم تخش له جاهزه. يبقى الجسم محتاج البروتينات علشان يبني بيها، ومحتاج الاسينشال امينو اسيدز علشان كل وظائف الحيويه في الجسم محتاج الاسينشال امينو اسيدز. هل الجسم ممكن يحرق البروتينات ويتكون منها طاقه؟ يقدر لو احتاج هيقدر. هل الجسم ممكن يحول البروتين الزياده اللي كلناه لفات ويخزنه؟ يقدر، لكن مش ده الشيء الطبيعي اللي الجسم عايز يعمله. طيب يبقى فاضل لنا مصدرين للطاقه: الفاتس دهون والكربوهيدرات. بالمناسبه الجسم بتاعنا احنا بيستخدم مادتين للحرق، هم دول اللي بيعرف يحرقهم بكفاءه: الجلوكوز وهي اشهر ماده، ودي ماده سريعه الاشتعال زي البنزين كده، بتولع بسرعه وبتدي طاقه مباشره. والفاتس ودي بتتحرق ببطء وبتدي طاقه لفترات اطول، يعني دي تقدر تقول عليها زي الجلوكوز زي البنزين،
ومثلا الفاتس زي الفحم، ده بيدي طاقة على مدى طويل وبطيء، وده بيدي طاقة سريعة. الجسم محتاج الاثنين، الجسم السليم محتاج الاثنين. احنا يمكن في ال 20 30 سنة الأخرانية علمنا الجسم انه يحرق جلوكوز فقط وما يحرقش دهون بسبب أخطاء عملناها في الدايت، واللي هنحاول في سلسلة الفيديوهات دي نصلحها. لكن جسمنا محتاج الاثنين، يحرق الاثنين. خليني أقول لك الجلوكوز اللي في الدم المعدل الطبيعي بتاعه زي ما احنا بنقول عامة من 80 ل 120. لو خدنا الوسط اللي هو 100، ف 100 ميلي جرام بير ديسي لتر، يعني 100 ميلي جرام في العشر لتر، يعني في اللتر فيه 1000 ميلي جرام، بمعنى تاني اللتر فيه جرام. فلو جسمي أنا متوسط الحجم فيه 5 لتر دم، ففيه 5 جرام سكر. متخيل 5 جرام دول قد إيه؟ يعني معلقة شاي هي اللي سكر اللي بتلف في جسمي كله. فالناس اللي بتروح تغطس في حاجة مسكرة جدا وتقول لك أصل أنا حاسس بهبوط، الحقيقة أنت لو خدت معلقة سكر واحدة فأنت حطيت سكر يكفيك للدم كله. أنت بقى لو سكرك كان نازل من 100 مثلا ل 80 أو 60، أنت محتاج ربع معلقة. لازم نبقى متفقين على النقطة دي، لأن الناس الحقيقة بت أوفر استيميت احتياجها للسكر. دي نقطة. النقطة الثانية، الجسم بيقدر يصنع الجلوكوز اللي محتاجه من أي شيء موجود عنده. الدهون المتخزنة يقدر يحرقها ويحولها لجلوكوز، فما عندوش مشكلة، فمش محتاجين ناخده سكر عشان يحرقه على طول. طيب ايه فكرة الناس اللي بتدروخ لو ما كلتش وسكرها يهبط؟ دي لخبطة في الميتابوليزم، ميتابوليك سيندروم، او لخبطة في نظام الحرق او نظام الايض، ودي حصلت نتيجة اخطاء غذائية من الطفولة. الفاتس فيها شبه كتير من البروتين، من ان هي بتتكسر لاجزاء صغيره اسمها فاتي اسيدز، والفاتي اسيدز الجسم بيقدر ياخدها ويصنع منها اللي هو عايزه. ايه بقى اللي يقدر يصنعه منه؟ الجسم بيصنع من الفاتس حاجات مهمه جدا جدا. اول حاجه، جدار الخلايا كلها في الجسم عندنا مصنوع من الفاتس. الاعصاب بتاعتنا متغلفه بغشاء من الدهون، عشان زي العازل كده، زي سلك الكهرباء عليه بلاستيك او نايلون، نفس الحكايه. الأنسجة المهمة كلها حواليها غشاء من الدهون، يقل علشان يتسهل الحركة. زي العين قاعدة في تجويف في العظم متبطن بالدهون، فالعين تقدر تتحرك بسلاسة باليونة أكنها بتزيت على طول. والدهون لها وظائف مهمة جدا في الهرمونات. عندنا هرمونات مهمة جدا أصلا متكونة من الدهون، أو مكونة بالذات من الكوليسترول. في الناس اللي ما بتاخدش دهون كفاية أو منع الكوليسترول، عندهم صعوبة جامدة في تكوين الهرمونات دي. الهرمونات دي زي هرمونات الذكورة، هرمونات الأنوثة، دي أساساً معمولة من الكوليسترول. الدهون كمان لها وظيفة جمالية مهمة جداً، ما فيش حاجة تغني عنها. الأنثى أثناء البلوغ بتتحول لأنثى عن طريق تراكم الدهون في مناطق محددة، ده جنب طبعا وظائف المناطق دي. الرجاله بتتراكم الدهون في مناطق اخرى مشهوره بتدي الاندرويد بادي او الشكل الرجالي في الجسم. طبعا اللي بيخلي الدهون تتجمع في الرجاله هنا والستات هنا هي هرمونات، وهنتكلم عليها لما نوصل للهرمونات. هل الجسم يقدر يستغنى عن الدهون الخارجيه؟ الحقيقه لا. الدهون فيها برضو essential fatty acids اللي الجسم ما عرفش يصنعها ومحتاجها ضروري جدا عشان الوظائف الحيوية جوه الجسم. essential يعني أساسية، الجسم ما عرفش يعملها لوحده، محتاج ياخدها. فالاثنين هما الأوميجا 3 والأوميجا 6. يمكن كلكم سمعتوا على الأوميجا 3 وكله بيحاول ياخد أوميجا 3 عشان فوائدها، لكن أنا هبتدي بالكلام على الأوميجا 6 لأن هي مش معروفة قوي، أو الناس بصالة على أن هي الأوميجا الشريرة لأن هي مسؤولة عن الالتهابات. الأوميجا 6 فعلا مسؤولة عن تولع الالتهابات في المناطق اللي الجسم محتاج يلهبها. الجسم محتاج يلهب مناطق للدفاع عن نفسه. لما يخش ميكروب مثلا، تعورته في صبعي، دخل ميكروبات، الجسم لازم يلهب المنطقة دي، لأن الالتهابات والمواد الملهبة دي يبعت إشارات تستدعي بها خلايا الدفاعية علشان تهاجم الميكروب، بيستدعي بها خلايا الإصلاح علشان تيجي تبني. فالالتهاب مهم جدا كمرحلة أولية في أي جرح أو في أي إنفكشن. طيب ليه ما حدش بيتكلم كتير على الأوميجا 6؟ لأن الأوميجا 6 متوفر في الطعام بصورة جيدة، بالذات في الزيوت
النباتية اللي الناس بتاكل منها كميات رهيبة جدا دلوقتي، فبقى عندهم أوميجا 6 متراكمة في الجسم بكميات ضخمة جدا، لدرجة إن الالتهاب بقى هو الصفة الغالبة في أجسام الناس في العصر ده. وهي الالتهابات المزمنة داخل الخلايا دي هي المسؤولة عن أمراض كتير جدا، أو هي اللي بتزود أي مشكلة مرضية. طب الأوميجا 3 وظيفته إيه؟ عكسه تماما، هو بيطفي الالتهابات دي، هو أنتي إنفلاماتوري. طبعا لازم يكون الاثنين موجودين في الجسم، واحد يدافع واحد لما يطفي بعد ما تخلص المعركة بين الميكروبات والجسم، ليخش الأوميجا 3 يشيل أثار المعركة دي ويرجعك طبيعي. نفس الحكاية، مفصل التهب شوية، أوميجا 3 يرجع يشيل أثار الالتهاب دي. احنا في حياتنا طبعا الأوميجا 6 هو الغالب، بسبب الرئيسي هو الزيوت النباتية. السبب الثاني ان احنا خفضنا استهلاكنا الأوميجا 3 جدا مع الموضة اللي بدأت في السبعينات low fat diet. نيجي للكربوهيدرات. الكربوهيدرات تختلف عن البروتين والفات ان وظيفتها هي امداد الجسم بالطاقة فقط، والجسم الحقيقي يقدر يصنع كل ما يحتاجه من الجلوكوز من البروتين او من الفات. فالجسم مش محتاج الكربوهيدرات كيلو من بره الا في حالات الامرجنسي، لو انت دلوقتي محتاج بسرعه كربوهيدرات سريعه. الاجسام الطبيعيه والسليمه والشباب والاطفال المفروض انه ما يحتاجوش ياخدوا كربوهيدرات، والحقيقه ولا الكبار كمان. يعني هو الحقيقه الكربوهيدرات بصورتها المنتشره حاليا تعتبر صوره سيئه. ليه؟ لان الكربوهيدرات الصحيحه موجوده في الطبيعه في صوره خضروات وفواكه. لو تلاحظ الخضروات والفواكه موجودة كباكج، التفاحة أو الفلفل أو الجزر في كربوهيدرات لكن مليان ألياف، وإحنا اتكلمنا على الألياف ده في الفيديو بتاع الكالوريز، إن هي بتخلي امتصاص الكربوهيدرات بطيء فتخلي تأثيرها الضار محدود. لكن أهم من كده هي الباكج، إيه اللي بيجي معاها؟ بيجي معاها فيتامينات، بيجي معاها أملاح، بيجي معاها trace elements اللي هي المواد النادرة اللي موجودة في التربة وجسمنا محتاجها جدا جدا، زي السيلينيوم مثلا، الزنك، المواد اللي زي كده، وجنب مواد أخرى موجودة في النباتات زي كلوروفيل اللي في الورق الأخضر، وبقية الأصباغ الألوان الأخرى اللي النبات بيستخدمها زي اللون الأصفر واللون البرتقاني واللون البنفسجي واللون الأحمر، كل دي أصباغ كلها ليها أسماء هنتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله، بس كلها ليها فوائد. فانت لو خدت النبات الطبيعي زي ما موجود في الطبيعه وما لعبتش فيه وعملت له بروسيسنج وطلعت منه حاجات ورميت منه حاجات، فهو الكربوهيدرات اللي فيه هيبقى صحي جدا لانه بطيء الامتصاص وكميته قليله. لكن اللي بيحصل بقى دلوقتي، من يوم ما طلعت الفكره بتاعت اللو فات دايت، اللو فات دايت ده انتشر في اخر السبعينات، واتبنت الفكره على بحث عمله أحد العلماء، إنه لما لقى في أمريكا أمراض القلب، أزمات القلب بتزيد جدا، قعد يدور على السبب، شرحوا الجثث لقوا في الفيسلز أو شرايين القلب مقفولة بمادة لزجة كده، حللوها لقوها كوليسترول وحاجات تانية، بس هم ركزوا في الكوليسترول ده وقالوا يبقى الكوليسترول اللي بناكله في الأكل بيروح يلزق في الأوعية ويسدها. الحقيقة البحث فيه أخطاء كتير جدا، واي حد فيكم مثلا قرا كتاب باد ساينس مثلا او قرا لحاس اللي كانت دي بانكينج ثيوري دي، هيعرف ان البحث ده كان معمول بطريقه غير احترافيه خالص، وكان في اخطاء منهجيه. انما هو لقى دعم ضخم جدا من وسائل الاعلام ومن الحكومات الحقيقة. يعني الحكومة الأمريكية بعد البحث ده خافوا على صحة المواطنين، فبدأوا يدعموا الشركات إن هم يعملوا low fat foods. ده أدى إلى طفرة في نظام الغذاء. الشركات بقت تعمل مثلا الزبادي تشيل منه الفات، فبقى low fat طعمه بقى وحش، فعلشان الشركة تبيع وتشجع الناس فبدأوا يحطوا فيه فواكه وسكر، سكر إضافي، فبقى high sugar low fat. مش بس كده، اضطروا يحط عليه مواد رابطة أخرى علشان يربط معاهم ويبقى قوام ولطيف. المواد دي كلها لها أثر ضار. ضيف على كده أنه أي شيء كانت الدهون بتديله طعم جميل، لما شالوا منه الدهون بقى طعمه مش حلو، فحسنوا الطعم بكميات مضاعفة من السكر. حتى الدهون
اللي اتظلمت زي السمنة والزبدة، اتظلمت جدا في البحث ده، وقالوا ان الدهون الكويسه هي الدهون زي زيت الذره وزيت الكانولا والزيوت اللي هي دهون غير مشبعه، فالناس اقبلت عليها وما كانتش تعرف اضرارها اللي عرفناها مؤخرا. والألعن من كده ان بدات شركات تاخد الزيوت دي وتعمل منها بديل للسمنه وبديل للزبده اللي بيسميها الزبده الصناعي او السمنه الصناعي اللي هي hydrogenated oils أو الزيوت المهدرجة. والناس تخيلت إنما طالما أصلها نباتي وجاية من polyunsaturated oils أو زيوت غير مشبعة فدي تبقى صحية، لكن ثبت ضررها الشديد جدا جدا على الصحة، وحنتكلم عليه فيديو حتى. فاللو فات موف أو اتجاه لللو فات الحقيقة صاحبه تنفيذ خاطئ جدا، إن احنا زودنا الكربوهيدرات جدا. يعني انتشر جدا العيش الأبيض والرز والمكرونة، والرز الطبيعي اللي عليه طبقة الياف وعليه طبقة من البروتين والفيتامينز، بقينا ندخله مصنع يصنفره ويشيل الالياف ويشيل البروتين ويشيل الفايبرز، ويفضل لنا الكور او السنتر بتاعه اللي هو ستارش فقط، اللي هو مجرد يخش الجسم يتقسم على طول لجلوكوز ويرفع السكر. نفس الحكاية حصلت في القمح وحصلت في منتجات اخرى كتير. فالموف بتاعت اللو فات دايت اتصاحبت بموف هاي شوجرز. برضو الدهون اتظلمت لانه دخول الزيوت النباتيه ودخول الزيوت المهدرجه على الخط، الناس استهلكتها وتعبت منها وفعلا ادت لمشاكل في القلب، ظلمت الدهون. ملخص الموضوع، البروتين أساسي ما ينفعش نعيش حياتنا من غير بروتين، الفات أساسي ما ينفعش نعيش حياتنا من غير فات طبيعية، الكربوهيدرات مادة غير أساسية لكن بناخدها علشان الفوائد الجامة اللي موجودة في النباتات، السكريات اللي بدمنا مش لازم ناخد لها سكر عشان نشحنها، تقدر تتشحن بسهولة. الكربوهيدرات جسمنا يقدر يعيش بدون كربوهيدرات خارجية ويقدر يصنع ما يحتاجه. لو هتستخدم كربوهيدرات، وأنا أنصح للشخص السليم اللي ما عندوش سكر أو ضغط أو مشاكل من الميتابوليك سيندروم يستخدم النباتات اللي فيها كربوهيدرات، اختار النباتات مليانة فيتامينات وأملاح معدنية وأصباغ وإنزيمات وحاجات كتير مفيدة، ساعتها يبقى الشيء اللي تستاهل. أتمنى أكون وضحت الفرق بين التلاتة وإزاي تختار المكون الغذائي الأصلح ليك، و إلى لقاء آخر هنتكلم فيه على مواضيع تانية تهمكم. أرجوكم لو الفيديو حاسس أنه ممكن يفيد حد اعملوا شير، لو عايز تسمع الفيديو الجاي بليز اعمل سبسكرايب بحيث أنه يجي لك نوتيفيكيشن أنه في فيديو طلع، وخلينا نساعد الناس كلها تعرف المعلومات الصحيحة اللي بعيدة عن الخرافات والاتجاهات الشخصية. ألقاكم على خير.